اهلا بيكم. فيديو النهارده هنكمل كلامنا عن شاحن اللابتوب ده، هنشوف ازاي هنصلحه او نعيد بناؤه، لان قلنا ان في قطع مش موجوده فيه وجايبينه من الخرده وبعض القطع التالفه. فبعد ما حددنا اي سي الباور اللي هنركبه بدل اي سي الاوسيليتور والموسفيت، اخترنا اي سي 5L0380R. ده اي سي اوسيليتور وموسفيت باور في نفس الوقت. بعد ما حددنا في الفيديو السابق الاي سي ده وقلنا كل مميزاته وكيفيه توصيله واطرافه، هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن، قلنا الخطوه الثانيه لازم نشوف القطع اللي موجوده على البورد هل هي سليمه ولا لا. هنبدا بدخل الباور. معانا طرفين لازم ما يكونش فيه صافره او فيه شورت عليهم بالشكل ده، طرف منهم من خلال الفيوز، طرف الفيوز مش واصل اللي هو الفيوز ده، الفيوز ده كده مفيش صافرة، اذا الفيوز ضارب. هنستبدل الفيوز او ممكن نشعره. الفيوز بيمرر التيار للنقطة دي، والنقطة دي موصلة من خلال جامبر مع النقطة دي. المفروض هنا بيكون في ملف فلتر، ولكن موجود بداله جامبر يعني ملغي ومحطوط بداله اسلاك. والنقطة دي بتمرر التيار للان تي سي، الان تي سي طبعا قيمتها 5 اوم زي ما واضح مع حضراتكم. اذا المقاومة الحرارية الان تي سي اللي هي دي، طرفين اهم سليمة، ومن الان تي سي لطرف من اطراف التيار الاي سي للبريدج دايود، الطرفين اللي في المنتصف. طيب ده المسار الاول. المسار التاني اهو بيمر للمكثف، المكثف ده، اذا المكثف ده في تيار بيمر للطرف الاول والتيار بيمر للطرف الثاني، اذا هو موصل توازي مع الباور او مع ال 220. ده بيعمل كفلتر بدائي لاي نويز او اي شوشره داخله للشاحن. وفي طرف جامبر برضو من هنا لهنا اللي هو الطرف الثاني ده، موصل التيار من الطرف ده للطرف الثاني ومنه على طرف من اطراف الاي سي للبريدج دايود. طيب عشان اختبر البريدج دايود على وضع الدايود اهو، لازم نتبع الطريقة دي، وفي بعض الملاحظات المهمة أتمنى الكل يركز معانا فيها، لأن بعض الأحيان تقيس البريدج دايود سليمة وعند التشغيل بعد الصيانة بتضرب عند توصيل الباور 220 فولت مباشرة، فناخد لبالنا من النقاط دي. بموجب المالتيميتر وعلى أي طرف من الطرفين التاني والتالت اللي هم أطراف التيار الأي سي هنضع الموجب. هنقيس بالسالب الطرف الأول والرابع. في طرف منهم يعطي قراءة وطرف لا يعطي قراءة، الطرف اللي هيعطي قراءة هو الموجب. هنشوف هنا أعطى قراءة، وناخد لبالنا من القراءة عند الاستقرار. القراءة قارية معانا 545. طيب الطرف التاني لا يعطي قراءة، وبالتالي ده السالب. تعالوا نتأكد مع بعض، ده السالب وده الموجب مظبوط. طيب هنجرب الطرف رقم 3 ده برضو لدخل التيار الاي سي، هنشوف مع الموجب يعطي قراءة 562، مع الطرف الثاني مفيش قراءة. كده اختبرنا نصف البريدج دايود. هنختبر النصف الثاني او الاثنين دايود التانيين من خلال البروب السالب على طرف رقم 2 للتيار الاي سي، وهنشوف في الاختبار ده السالب هو اللي يعطي قراءة والموجب لا يعطي قراءة. ده الموجب مفيش قراءة مظبوط، السالب هيعطي قراءة، ونشوف القراءة كام؟ 550. طيب نجرب الطرف التاني من الاي سي بسالب المالتيميتر، الموجب لا يعطي قراءة، السالب اعطى قراءة 552. اذا كل القراءات بتنحصر بين 545 حتى ال 562 بفارق في حدود ال 15 من 1000. الفارق ده لو زاد عن 50 من 1000، يعني لو افترضنا ان 545 والطرف الاخر من البريدج دايود اعطى 600 او 610، اذا البريدج دايود دي تالفة جزئيا وممكن تضرب في اي لحظة. اذا عند وجود احتراق في الفيوز لازم ناخد لبالنا من قراءات البريدج دايود لا يزيد الفارق في القراءات عن 50 من 1000. طيب كده وصلنا من البريدج دايود بالتيار حتى المكثف. تعالوا مع بعض نشوف بعد المكثف في اتنين دايود. الدايود الاول هنختبره مظبوط،
مفيش قراءه مظبوط. في دايود للسنيبر نتورك او دائره الاخماد، وفي دايود لتغذيه او شحن مكثف تشغيل الاي سي. غالبا ده السنيبر نتورك لانه موصل مع مكثف 1 كيلو فولت. هنشوف مع بعض من الاسفل، ده الدايود وفعلا اهو موصل مع المكثف لطرف موجب الباور، ودي بتكون دائره السنيبر نتورك. طيب الدايود الثاني المفروض ده بياخد من ملف ويغذي المكثف. هنشوف هنا طرف اهو واخد فعلا من ملف، والطرف الثاني اهو مفيش قراءه، الجهاز امامي في قراءه. طيب ده موصل المفروض مع، نجيب وضع الصافره، مع موجب المكثف. فعلا مع موجب المكثف، ولكن في مقاومه، غالبا المقاومه دي الطرف الثاني بتاعها اهو هي المقاومه دي اهو، ده موصل هنا مع الطرف الاول من المقاومه، وده الطرف الثاني من المقاومه قاري معانا 10 اوم، والمقاومه موصله مع موجب المكثف. اذا فعلا ده دايود شحن المكثف، وده شرحناه في الفيديو السابق اهو، اللي هو الدايود ده طرف مع الملف والطرف الثاني مع المكثف، ولكن هنا في مقاومه لخفض التيار. اذا حاليا فحصنا الجزء الحار، هنشوف الاوبتوكوبلر. الاوبتوكوبلر طبعا على وضع الدايود، الترانزستور لا يعطي قراءه، والدايود بيعطي قراءة في الانحياز الأمامي فقط أهو، انحياز أمامي. إذا الأوبتوكوبلر سليم. طيب دلوقتي المكثف ده من الشكل الظاهري سليم، وجهده كان مناسب لجهد الباور سبلاي. كان في مكثف تاني هنا هنستبدله بنفس القيمة 25 فولت و1000 مايكرو فراد. بقى لنا دلوقتي نشوف، نختبر الشوتكي دايود. الشوتكي دايود عارفين ان في طرفين الاول والثالث موصلين مع بعض، والاوسط هو الكاسود. هنوصل السالب مع الكاسود والموجب مع الانود، يعطي قراءه شوتكي 405. طبعا الطرف الثاني يعطي نفس القراءه لانهم موصلين مع بعض، وفي حاله حدوث شورت او تلف لدايود، الدايود الثاني بيعطي شورت زيه زي الدايود الاول، لان طبعا موصلين مع بعض. اذا حاليا محتاجين اولا فيوز، فيوز 2 امبير مثلا اهو، ومحتاجين مكثف. عندي 2 مكثف 120 مايكرو و 100 مايكرو، الاثنين 400 فولت. طبعا هنشوف الاصغر في الحجم هو اللي هنستخدمه، ال 120 اصغر، ده طبعا المفروض هيتوصل كده، هيتوصل بالشكل ده، المكان ضيق شويه لان المفروض المكان ده مكان مكثف اصغر في الحجم، ولكن ان شاء الله هيمشي الحال، ممكن المكان يكفي المكثف. طيب اذا الفيوز والمكثف، محتاجين مقاومه ستارت اب 220 كيلو هتتوصل من موجب البريدج لموجب المكثف، ده تالت عنصر. اذا نشيل ده، المكثف ده 47 25 فولت، هنستبدله بمكثف اخر 47 مايكرو برضو 63 فولت، هنستبدله مكان المكثف ده. الاي سي، الاي سي هنحاول نوصله بالاربع اطراف المطلوبه، ومكثف 25 فولت 1000 مايكرو هيتوصل مكان المكثف اللي كان ضارب. واخيرا هستخدم زينر دايود بدل التي ال 431. طبعا التي ال 431 ممكن نوصله ومفيش اي مشكله، ولكن اغلب اصدقائنا قالوا عايزين طرق اخرى لدايره الفيدباك، فالنهارده ان شاء الله هنشوف دايره مختلفه للفيدباك من خلال الزينر دايود. انا محتاج زي ما قلنا في الفيديو السابق اشغل الباور ده لشحن بطاريات ليثيوم 12.6، فمحتاجين الفولت يكون في حدود 13 فولت، فهستخدم 2 زينر 6.1 فولت. وممكن نستخدم ليد انديكيشن، مكان الليد هنا موجب وسالب، لبيان حاله الباور اذا كان شغال ولا لا، وهنشيل طبعا الاطراف دي ونوصل مكانها سلاك.
هنشرح اماكن توصيل الاي سي. قلنا الاي سي اربع اطراف، اولا السالب، عايزين نشوف اقرب سالب ممكن ناخد منه وصله للاي سي، لان مش عايزين الاسلاك تكون كتيره. طبعا الاي سي القديم كان واخد سالب، فهنشوف سالب الاي سي وممكن نوصل منه، لان ده اقرب مكان للاي سي الجديد. ده السالب، هنشوف اي سالب مع الاي سي اهو، ده طرف سالب. تعال نمشي مع التراك نشوف هل في اي مقاومه. هنا سالب ومفيش اي مقاومه. طيب نمشي مع التراك، التراك اهو فعلا ده السالب مباشره. اذا السالب هو الطرف ده، هنعلم عليه الطرف رقم 2، ده هو السالب اهو، عرفنا السالب. طيب رقم 2 وهو درين من الملف الرئيسي، الطرف الثاني من الملف الرئيسي ده موصل بالموجب، اذا هو ده الملف الرئيسي او ملف الجهد العالي. الطرف الثاني للملف هو ده، ده الطرف الثاني للملف. طيب محتاجين مسار موصل بيه الطرف الثاني من الملف وهو النقطة دي، طبعا هنا اللي هو دايود السنيبر نتورك بيكون موصل هنا بالشكل ده، ده دايود السنيبر نتورك ومعاه هنا المكثف توالي بالشكل ده. اذا النقطة دي هناخدها ونوصل درين المسفت. ممكن ناخد من مكان الدرين النقطة دي او مع طرف الدايود. اذا دي النقطة رقم 2. نقطة رقم 3 وهي تغذية الاي سي، ده من موجب المكثف الصغير. موجب المكثف الصغير اللي هو ده، هي النقطة دي. هنشوف في اي مدخل للاي سي مع الموجب ده ولا لا. اهو في نقطة موصلة مع الموجب وهو طرف رقم 2، طرف رقم 2 اللي هو ده، ده موصل مع موجب المكثف، موصل مع موجب المكثف. اذا النقطة دي، دي ال VCC، دي اللي هي تعتبر الموجب. تمام كده عرفنا ال VCC. بقى لنا الفيدباك. الفيدباك بتكون مع الاوبتوكوبلر، في طرف الاوبتوكوبلر موصل بالارضي، احنا هنوصل التاني مع طرف الفيدباك اللي هو الطرف رقم 4. السالب اهو والاوبتوكوبلر اهو، الطرف ده موصل مباشر مع الاوبتوكوبلر، الطرف التاني هنوصله مع فيدباك الاي سي، وهنشوف مع بعض ده واصل لهنا اهو. الطرف الاول على من اليمين، الطرف الاول من اليمين اللي هو ده، اللي هو الطرف ده فيدباك. كده عرفنا الطرف ده هو السالب، هنوصله بسالب الاي سي. الطرف التاني مع الدايود، ده الدرين. الطرف التالت في سي سي مع الثقب التاني من الاعلى اللي هو ده، والفيدباك مع الثقب الاول هنا. دي اطراف الاي سي. طيب المفروض ان احنا هنوصل اطراف الاي سي الاول قبل ما نوصل باقي القطع، يكون في مساحه للشغل. وصلت اطراف اسلاك، لان طبعا اطراف الاي سي مش هتكون متوافقه مع الثقوب اللي موجوده في البورده، فكده هيكون سهل علينا تثبيت الاي سي في المكان ده عشان نضع له هيت سينك بالشكل ده هنا كده، ومقاومه الستارت اب هنوصلها من موجب البريدج دايود لموجب المكثف، وطبعا لازم تتغلف بهيت شرينج، فالجزء ده هنغلفه بهيت شرينج بالشكل ده، الطرف التاني هينزل هنا كده. وصلنا من موجب المكثف الكبير لموجب مكثف تغذية الاي سي. هثبت المقاومة والحم المكثف مكانه وارجع لحضراتكم نشوف خطوة توصيل اي سي الباور والهيت سينك. وصلت مقاومة الستارت اب، وطبعا وصلنا المكثف اهو، وبقي لنا هنوصل اطراف الاي سي. زي ما حضراتكم شايفين وصلنا اطراف الاي سي، الطرف الاول سالب وصلناها مع السالب من مكان اي سي الاوسيليتور، والدرين وصلناها مع طرف من اطراف الملف وهو الطرف اللي خارج مع دايود السنيبر نتورك، الطرف الثالث طرف الفي سي سي وصلناها مع موجب المكثف برضو من خلال
توصيل اي سي الاوسيليتور القديم، طرف الفيدباك وصلناه برضو من خلال طرف الفيدباك للاي سي القديم. اذا ده هيكون شكل اي سي الباور بتاعنا بالشكل ده، واسلاك السورس والدرين طبعا لازم تكون اسلاك محمله شويه. هنثبت الهيت سينك دي بالشكل ده ونعمل ثقب لتثبيت الاي سي وارجع لحضراتكم. ده شكل الاي سي بعد ما ثبتناه على الهيت سينك. هنثبت الهيت سينك من خلال البن ده، وكده نكون انتهينا من الجزء الحار ونبدا في جزء الجهد المنخفض. ثبتنا الاي سي والهيت سينك وشعرنا الفيوز بسلك رفيع، واللي محتاج يعرف معلومات عن تشعير الفيوز ونوع الاسلاك اللي بنشعر بيها ممكن يشوف الفيديو، هسيب لكم رابط ليه في الديسكريبشن. حاليا هنشتغل على الجزء البارد. هنثبت المكثف الثاني 1000 مايكرو فاراد 25 فولت. المكثفين بيكونوا توازي مع بعض. طبعا ناخد لبالنا من الموجب والسالب. ممكن نكتفي بمكثف واحد، ولكن الاثنين مكثف بيخرجوا تيار اكثر استقرارا، بقينا دلوقتي دايرة الفيدباك. دايرة الفيدباك هنوصل 2 زينر دايود 6.1، هيكون الاجمالي بتاعهم 12.2. هنقيس جهد الزينر، طبعا في التوصيل التوالي جهد الزينر بيتجمع، وبالتالي هنحصل على 12.4. الجهد اللي خارج هنضيف على جهد الزينر من 7.1 لواحد فولت، ده الجهد اللي بيحتاجه ليد الاوبتوكوبلر للإضاءة وتشغيل ترانزستور الاوبتوكوبلر لعمل فيدباك. إذا الجهد اللي خارج معانا تقريبا هيكون في حدود 13 فولت. هسيب لكم رابط تجميع الجهاز ده في الديسكريبشن، اللي ما تابعش معانا الفيديو ممكن يشوفه ازاي صممناه. هنوصل زينر دايود توالي، وهنوصل معاهم مقاومة حماية في حدود من 50 ل 100 اوم. مقاومة الفيدباك طبعا مقاومة بتكون الوات بتاعها صغير، مش محتاجين وات عالي، وكمان عشان المساحة، فموجود معايا مقاومة 56 اوم. اذا معانا زينر دايود 12.3، هنشوف دايرة الفيدباك بتتوصل ازاي. هنا قلنا لو هنستخدم التي ال 431، اغلب اصدقائنا مش بيعرفوا يتعاملوا مع التي ال 431، وكمان في بعض الناس قالت عايزين حاجة اسهل ومختلفة. ده ليد الاوبتوكوبلر، في طرف هنوصله بالارضي وهو الكاسود، طرف الانود هيتوصل من الموجب مع مقاومه ثم الزينر دايود ثم يتوصل مع انود الليد. انود الليد هو بيكون اللي فيه العلامه بتاعت الاوبتوكوبلر، تمام. اذا هنوصل الزينر دايود 12.4 اللي معانا ومقاومة 56 اوم، وهتتوصل مع انود الليد وكاسود الليد مع الارض. تعالوا نشوف مع بعض ده على الدايرة. قلنا هنا الطرف اللي فيه العلامة دي ده بيكون انود الليد، اذا ده هنوصله مع الزينر دايود والمقاومة. الطرف التاني هيتوصل مع الارضي، اذا الطرف ده لازم يتوصل مع الارضي، وده اللي هيتوصل مع الزينر دايود من الموجب. عايزين نوصل من السالب الطرف ده مع السالب، طبعا هو مش موصل فاحنا هنوصله الجزء ده كله سالب كده. وصلنا كاسود الليد مع الارضي. الطرف التاني هل في اتصال مع الارضي؟ مفيش اي اتصال مع الارضي اهو، وهنا وهنا مش موصل مع اي حاجة تاني، وهو ده المطلوب. محتاجين نوصل الطرف ده من الموجب من خلال المقاومة والزينر دايود طبعا بشكل عكسي، يعني بالشكل ده. هنوصل من الموجب للأوبتوكوبلر، الموجب اهو الجمبر ده موصل بالموجب من الجمبر هنا للأوبتوكوبلر. إذا عند ارتفاع الجهد أكتر من 13 فولت هيبدأ الزينر دايود في تمرير تيار للأوبتوكوبلر، وبالتالي
اللوبت كوبلر يعمل على ايقاف ترانزستور الباور. ممكن دلوقتي نوصل ليد انديكيشن، ليد احمر اهو، هنوصل مع الليد مباشرة مقاومة ممكن 1 كيلو او 2 كيلو. كده وصلنا موجب وسالب ليد الانديكيشن. هنوصل سلكين للاوت بوت، طرف الموجب وطرف السالب. كده وصلنا طرفين الاوت بوت، وان شاء الله خلصنا كل شيء في الباور سبلاي. اتمنى طبعا قبل ما نجرب دعائكم ولايك لكل الناس اللي وصلت معانا للمرحله دي من الفيديو، لان طبعا الفيديوهات دي بتاخد مننا مجهود، فمطلوب دعمكم. وتعالوا مع بعض نجرب على لمبه سيريال. طبعا لازم نتاكد ان مفيش اي لحامات زياده بالخطأ. ان شاء الله كله تمام، وهنتابع جهد الاوتبوت، وهنوصل باور. بسم الله. الجهد مش مظبوط، وده ممكن يكون سببه جهد المكثف. لازم نتأكد ان جهد المكثف مظبوط. وهنا مفيش اي سخونة في الزينر دايت. هنرجع تاني هنشغل ونقيس جهد المكثف. الجهد مش مستقر، ده ممكن يكون لان احنا خفضنا جهد الاوتبوت وبالتالي خفضنا جهد ملف المساعد. يعني هنا عنده جهد 19 فولت اوتبوت، بيكون هنا 12 فولت خارجة من الملف ده، ولكن لما خفضنا الجهد ليه 12 فولت او 13 فولت، الجهد هنا انخفض مثلا ل 9 فولت، وبالتالي ده جهد غير كافي لتشغيل الاي سي، لذلك الاي سي بيشتغل ويفصل وكان الجهد خارج مش مظبوط. الحل ان لازم نخفض قيمة مقاومة الستارت من 220 ل 180 او 120، وكنا ذكرنا في البداية ان المقاومة هنا ممكن نستخدمها من 120 حتى 330، وبنستخدم المتوسط 220 كيلو اوم. ولكن في حالتنا ان التغذية اللي خارجة من الملف غير كافية، لان هنشغل على ال 12 فولت، فلازم نعتمد اعتماد كلي على مقاومة الستارت اب، وبالتالي لازم نخفضها ل 120 كيلو. هنستبدل المقاومة دي وارجع لحضراتكم. استبدلت المقاومة ال 220 كيلو بمقاومة اخرى 120 كيلو 2 واط، ووصلناها من موجب المكثف الكبير لموجب مكثف تغذية الاي سي. تعالوا مع بعض نجرب. بسم الله. الجهد حاليا مستقر زي ما حضراتكم شايفين 13 فولت بالظبط. تمام. طيب تعالوا نشوف جهد المكثف. إلى حد ما جهد المكثف مش بينخفض عن ال 11 فولت. الأول كان من 12 ل 10 فولت. إذن كده المقاومة دي بتغذي الاي سي بالحد الادنى من الجهد بتاعه وهو 11 فولت. طيب تعالوا نشوف تيار الشحن، هل هو تيار قوي ولا تيار ضعيف، وهل في انخفاض في الجهد ولا لا. هنوصل لمبة بتسحب في حدود 1.7 امبير، وهنلاحظ الجهد. طبعا لازم نشوف الجهد مستقر ولا لا. الجهد 13.2 13 فولت، اذا دايرة الفيدباك مظبوطة، الجهد مستقر جدا. تمام. طيب نجرب حاجة اكبر، نجرب لمبتين اهم مع بعض. برضو الجهد مظبوط، ولكن اللمبة السرية بدأت تضيء، فهنوصل بدون اللمبة السرية. انا عايز اصل لأقصى تيار. بسم الله. كده بنسحب في حدود 2.5 امبير.
جهد 13.1، جهد مستقر جدا زي ما حضراتكم شايفين. اذا دايرة فيدباك مظبوطة. طيب انا عايز اشوف التيار المسحوب، نشوف مع بعض تيار 2.7 امبير، والجهد زي ما حضراتكم شايفين مظبوط 100%. وبكده ان شاء الله نكون اعدنا استخدام بوردة باور سبلاي من الخردة، وتقريبا اعدنا بناء باور سبلاي كان كل القطع اللي فيه تقريبا مش موجودة. واعتقد ان فيديو النهاردة كان اكثر من انه فيديو صيانة، هو فيديو ازاي نصمم باور سبلاي فقط بوجود المحول، وباقي المكونات نقدر نوفرها بكل سهولة. نقدر نقفل الباور ده في اي بوكس بالشكل ده، ونستخدمه في شحن بطاريات الليثيوم، لان طبعا الجهد جهد 13 فولت جهد مناسب لشحن بطاريات الليثيوم ايون ال 12 فولت. كده كده حصلنا على باور سبلاي 13 فولت ومناسب لشحن بطاريات الليثيوم ايون 12.6 فولت. واتمنى بقدر اعجابكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تتابع فيديوهاتنا، وتفعيل زر الجرس عشان تجيلك اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.